يتصدر قائمة الأخبار هو ما جد ليلة البارحة مساء البارحة بمعبد الغريبة جربة. معنا مباشرة مراسل التلفزة الوطنية خميس بوبطان حتى نتوقف عند آخر المستجدات وعودة أيضا على الأحداث اللي صارت البارح. صباح النور خميس. صباح النور إيناس، تحية لك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. تواصل التلفزة التونسية التغطية الخاصة لهذه الحادثة التي جدت مساء أمس في حدود الساعة 8 مساء في محيط معبد الغريبة في مستجدات الوضع. نتحدث عن هذا اليوم ثم نعود إلى تفاصيل يوم أمس. إيناس، كما تشاهدون نحن موجودين في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة جربة حومة السوق، الطريق المؤدي إلى المطار ومنها إلى المنطقة السياحية، حيث تتواصل الحياة بشكل اعتيادي باعتبار أن هذا الطريق تمر منه خاصة رحلات السياح والمسافرين القادمين والمغادرين إلى تونس. في مطار جربة جرجيس الدولي الأمر تمام 100% على مستوى عدد الرحلات المبرمجة، لم تلغى أي رحلة ولم تتأخر أي رحلة، وصلت كل الرحلات المنتظمة والمنظمة مسبقا إلى مطار جربة جرجيس الدولي ومنه إلى الوحدات السياحية. كذلك على مستوى الأنشطة المبرمجة جاء انطلق الكثير منها الآن، خاصة الرحلة عبر جزيرة جربة للسياح، هذه الرحلة المعروفة في مختلف الوحدات والمناطق السياحية والأماكن السياحية بجزيرة جربة. على مستوى المداخل جزيرة جربة سواء عبر القنطرة أو عبر البطاح تم إغلاقها لفترة قصيرة الليلة الماضية ثم عادت إلى سلف نشاطها بشكل اعتيادي في مستوى الدخول والخروج إلى جزيرة جربة. بطبيعة الحال هذه مسألة مهمة، حتى الناس التي تبرمج المجيء إلى الجزيرة أو الخروج الأمر عادي تماما على مستوى هذه الحركية المرورية عبر البطاحات وعبر الطريق الرومانية المعروفة بالقنطرة. كذلك الرحلات الجوية متواصلة كما أذكرت. اليوم في الجديد الآخر على مستوى تفاعل الحكومة بالإضافة إلى بلاغ وزارة الداخلية يوم أمس الذي وضع حد للكثير من الإشاعات صراحة التي تم تناولها وتداولها على مواقع الفيسبوك، اليوم وزير السياحة وصل منذ قليل إلى جزيرة جربة وعقد خلية أزمة هنا في جزيرة جربة للتعامل والتفاعل مع هذه الوضعية المستجدة بجزيرة جربة، وأكيد كل الأخبار ستخرج عن هذه الخلية، خلية الأزمة التي تم تركيزها هنا في جزيرة جربة. بالنسبة للحركية في الطرقات كما ذكرت عادي، خاصة في المناطق اللي يتواجدوا فيها السياح كالقرية الحرفية وغيرها وسوق الصناعات التقليدية. نعود إلى تفاصيل يوم أمس إيناس، في الحقيقة لابد من تحية كبيرة جدا 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 وبالخط الأحمر للجاهزية العالية لقوات الأمن الوطني. لقدر لو لم تكن هذه القوات جاهزة وهذه الخطط موضوعة لكانت النتيجة أكثر من الذي تم تجهيزه صراحة. هذه مسألة مهمة جدا. مسألة أخرى على مستوى الأحداث أين صارت، حتى تفاصيل مهمة، ما جدة هو ليس في أماكن العبادة وأين تقام الطقوس داخل معبد الغريبة، الذي صار هو في الفضاء الخارجي في إحدى النقاط المراقبة بطبيعة الحالية المتعددة، وتم التعامل مع هذا المستجد خارج كما ذكرت من أماكن العبادة. بالنسبة لما هو موجود الآن في المستشفى الجهوي صدق المقدم بجزيرة جربة إيناس، الموجودين الآن خمسة من المجروحين إلى حد الآن وواحد في إحدى المساحات الموجودة في جزيرة جربة. الوضعيات على مستوى وضعيتهم الصحية متفاوتة الخطورة صراحة، في وضعيات حرجة وفما وضعيات عادية. على مستوى الضحايا من الزوار هم زوز توانسة، واحد منهم يحمل الجنسية الفرنسية ومقيم في مدينة مارسيليا الفرنسية من زوار الغريبة، والشخص الآخر هو من سكان جزيرة جربة تونسي بطبيعة الحال ومقيم هنا في تونس. بالنسبة للأعوان الأمن نتمنى لهم إلا الشفاء العاجل اللي مازال موجودين في المستشفى الجهوي صدق المقدم، وبطبيعة الحال نتمنى لهم المتوفين ألف رحمة لهم وتعازينا لعائلاتهم. هذا تقريبا ما هو موجود الآن إيناس في جزيرة
جزيرة جربة في تفاعل مع هذه الوضعية. كما ذكرت بطبيعة الحال الآن العمل على استقرار الوضع خاصة وتواصل الموسم السياحي بشكل اعتيادي صراحة إلى حد هذه اللحظة التي نتحدث فيها إيناس. شكرا لك خميس ببتان، عسى أن تكون هذه نقطة أولى مصفحة أولى معك هذا الصباح وتكون لنا أكثر من مداخلة. أهم ما جاء في كلام زميلنا خميس وفي مداخلته أنه اليوم عنا حنان خلية أزمة موجودة على عين المكان على إثر وصول وزير السياحة. أيضا يأكد زميلنا خميس وأنه العملية الغادرة والجبانة ما تمتش وين يتم الطقوس العبادة ولكن خارج المعبد وين تم تطويق المكان في لحظاته وفي دقائقه الأولى. ومرة أخرى نحيي قواتنا الأمنية. والخبر الأخير ما فيدو أنه 5 أمنيين عندهم جروح متفاوتة الخطورة موجودين حاليا بالمستشفى الجهوي صادق المقدم بجربة. إن شاء الله ألف سلامة ليهم وإن شاء الله بطبيعة كلنا دعواتنا لأجل أنهم يقوموا لباس. ومرة أخرى من نجم كان نثنيه على المجهودات الأمنية النجاعة الأمنية الروح الاستبسال من أجل راية الوطن وإن شاء الله باش نكون في متابعة لحالتهم أيضا الصحية.